شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. يا ترى هشوفك تاني امتى يا مصر؟ يا ترى هشوفك تاني؟ ولا دي اخر مرة عيني تشوف فيها ارضك؟ انا عايز اعرف اخرة اللي احنا فيه ده ايه؟ مالك شايف؟ اسمعيني يا لوسي، أنا عارف إن كلامي ما بيعجبكيش، لكن تقدري تفهميني معنى كل اللي بيحصل ده إيه؟ من ساعة ما سيبنا إسرائيل على إيطاليا، وفي إيطاليا أخدنا باسبورات فرنساوي، وعلى نفس المركب رحنا مصر، وزرنا الأهرامات، واتفسحنا وكل حاجة. لوسي أنت عارفة؟ كل شيء وله سبب جاك. هو إيه السبب ده كله؟ المعرفة على قدر الحاجة. هدينا راجعين إيطاليا على نفس المركب تاني. تقدري تقولي لي فين الحاجة اللي إحنا كنا رايحين علشانها؟ افتح جاك. في حاجة؟ كابتن احنا مالك جاك؟ احنا طلعنا المهمة دي ليه؟ علشان ديفيد شارل سامحون. مين؟ انت سمعتيني كويس؟ فهمتي حاجة؟ شارل سامحون بتاع اسكندرية؟ بالظبط. بس ده مالك لوسيا؟ شارل سامحون ما عندوش غير بنتين وبس، ايفيت وماجي، ودول كانوا معايا في سان مارك، لكن اللي انا اعرفه كويس ان ما عندوش اولاد صبيان. مش مهم اللي انت تعرفيه. اوكي مش مهم نعرف، بس نفهم. عاوز تفهمي؟ نفهم احنا طلعنا المهمه دي ليه؟ ما انا قلت لك جاك،
علشان ديفيد شارلي سمحون طلع معانا المركب من اسكندرية. بتاخد كاس؟ كان مفروض تسألني السؤال ده أول ما دخلت. وإيه المطلوب مننا؟ إن السنيور سمحون ما يغيبش عن عينيكم طول الرحلة من هنا لنابولي. بس كده؟ بس كده. بس المركب كبيرة والمفروض إننا عروسين وفي شهر العسل، والمفروض برضو إننا ما نسيبش بعض ثانية واحدة. انتوا مسؤوليتكم انكم تراقبوه جوه المركب، في الصالون، في الدايننج روم، منطقه الكباين و وبس. يعني احنا طلعنا كل المشوار علشان تستريح جاك. انا ما عنديش معلومات اكتر من اللي انا قلتها لكم. يظهر ان مسيو سمحون، سواء ده اسمه الحقيقي ولا لا، شخصيه مهمه ومش سهله. وكل اللي اقدر اقوله إن الشاب ده ممكن يكون مكسب عظيم للوطن، وممكن إيه؟ ممكن يكون كارثة. وإيه المطلوب بالتحديد مننا؟ إنكم تشوفوا هو بيتصل بمين، خصوصا المصريين، بيتصرف إزاي، بيكلم مين، بيقعد مع مين. طبعا أنتوا عارفين شغلكم كويس. وده نازل في كابينة رقم كام؟ كابينة رقم 6 اللي جنبكم على طول. ممكن اقرب منه؟ دي الحاجه الوحيده اللي طلبوا مني احذرك منها. ما تحاوليش تقربي منه باي شكل او صوره. وده شكله ايه؟ ما يهمكش جاك، انت هتعرفه لوحدك. جاك، غير هدومك، مفيش وقت. لو انك وقعت في كمين زي اللي اتنصب لك الليله اديك في بلدك واحنا جنبك، انما في اسرائيل هتروح فين؟ حد المشنقه. بالظبط كده. الله، انت رجعت من اسكندريه امتى؟ يا دوب فوت على البيت شفت الولاد وجيت. رافض سافر؟ ايه؟ قلقان يا محسن؟ انت ايه رايك؟ مش ممدوح وفهمي طلعوا معاه على المركب؟ مشكلة مش في المركب يا حسن. ممدوح وفهمي ومعاهم سميرة اخدوا تلقين كافي. انا متأكد ان محدش هيحس بيهم على الاطلاق. وفي نابولي مصطفى عبد العظيم معاه مجموعه قدراتها عاليه جدا، خصوصا يوسفي بقاله في ايطاليا دلوقتي 10 سنين ويعرف نابولي كويس قوي. طب ايه اللي قالك؟ اليهود يا حسن. التعامل مع الناس دي اثبت انهم مش عباقره، لكن لازم نعترف ان خبرتهم كبيره قوي في المجال ده. هل تفتكر انهم ممكن يكونوا بلعوا الطعم بسهوله؟ تفتكر انهم شاكين في رفض؟ الشك قائم وهيفضل قائم لفترة طويلة قوي، رغم كل اللي عمله سمحون واللي قاله صروف. ما تقولي انت بتفكر في ايه؟
مش جايز يكونوا مستنيين لغايه ما يوصل اسرائيل وهناك يبقى تحت ايديهم. طب وايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ عشان يدونا درس. هو احتمال قائم طبعا، بس افتكر ان رأفت ممكن يواجهه. رأفت رغم كل ملكاته خبرته محدوده قدام خبرته. في حاجه يا حسن؟ انا سمعت ان في شويه تنقلات ممكن تحصل هنا. امر طبيعي في ظروف زي اللي بتمر بيها البلد اليومين دول. في احتمال كبير انك تروح المانيا. المانيا؟ اشمعنى المانيا بالذات؟ يعني هنبقى محتاجين لكفاءتك هناك. بس كان وجودي هناك هيفيد، انا ما عنديش مانع. وجودك هيفيد في اي حته يا محسن، مش هي دي المشكله. امال ايه المشكله؟ مشكله في رأفت. لا، مشكلة رأفت مش في مين اللي هيتعامل معاه هنا. مشكلة رأفت في التجربة اللي هيخوضها ابتداء من النهاردة. عموما إذا كان تقديرك إن رأفت ممكن ما يكملش، ممكن تبعت برقية لمصطفى يرجعه مصر تاني. مش أنا اللي أقول يا حسن إذا كان يقدر ولا لأ. أمال مين اللي هيقول؟ رأفت. رأفت لوحده هو اللي يقول. خير يا ممدوح؟ أنا بشك في حاجة يا فهمي. إيه هي؟ في بحار من بتوع المركب يظهر إنه حاطط عينه على ديفيد. وإيه اللي خليك تقول كده؟ مفيش حتة في المركب ديفيد يروح فيها إلا والبحار ده بالذات ألاقيه هناك. معنى كده إن مخاوف السيد محسن كلها كانت في محلها؟ فعلاً، ومعنى كده كمان إن في حد تاني غير البحار ده بيراقب ديفيد. قصدك إيه؟ في مناطق معينة في السفينة ممنوع على البحار إنهم يدخلوها، زي الصالون والمطعم ومنطقة الكباين. فده معناه ان في حد تاني من الركاب بيراقبه هو كمان. كلام منطقي جدا. طب والحل؟ احنا نقسم نفسنا مجموعتين ونبقى على اتصال مستمر. انتم تركزوا على المركب من جوه وانا سيبولي السطح. ممدوح، تفتكر في حد على المركب من غير اليهود اللي طلعوا معاه؟ مش انا اللي اقدر اعرف ده يا فهمي. على العموم ما تحملش هم. طب يا جماعه شدوا حيلكم، وعلى فكره احنا قدامنا 48 ساعة من غير نوم. شايفك وانت جاي؟ اطمن، ايه الاخبار؟ مفيش جديد. تاخد كاس؟ لو ما كانش عندك منع. المفروض لو حد دخل علينا دلوقتي سواء من الضباط او البحاره او الركاب انه يعرف انك جاي تسالني على حاجه. حاجه زي ايه؟ اي حاجه، اي سؤال. هنوصل امتى؟ احنا ماشيين كام عقده؟ المسافة من اسكندرية لنابولي كام ميل بحري؟ أي سؤال من الأسئلة السخيفة اللي الركاب دايما يسألوها.
قالوا لي في مصر انك هتقول لي ايه المطلوب مني على المركب بالظبط. ايه اخبار سوسو ليفي؟ متذمر طبعا. ليه؟ لانه مش عارف ليه انتوا عايزينه يتظاهر بان عنده دوار بحر، وليه مش عايزينه يسيب الكابينه بتاعته طول الوقت. سيبه يتذمر. وبالنسبه لليفي كوين مش اكتر من انك تحاول تكسب ثقته وتقرب منه. ما ينفعش. تخليه ينفع. صحتك. على العموم حاول على قد ما تقدر. شوف كابيتانو، ليفي كوهين ده من يوم ما عرفناه لا بيحب حد يقرب منه ولا هو يقرب من حد، وبالذات انا. ما تنساش انه عاش حياة صعبة. ده لو كان عاشها فعلا. ده مش شغلك ولا شغل سنيور عزرا. احنا علينا ننفذ المطلوب مننا وبس. اسمع كابتن، ليفي كوهين من يوم ما تعرف بإبراهيم سلومون اخو سوسو ليفي في اسكندرية وهو عمره ما قرب من حد ولا خلى حد يقرب منه، حتى إبراهيم. ثم ليفي كوهين ما تنساش ان اسمه دلوقتي ديفيد شارل سامحون، وما تنساش كمان ان المركب عليها 16 راكب مصري ومحدش يعرف دول مين ولا مسافرين ليه. انما لو حد منهم سمع اسم ليفي كوهين مش هيبقى كويس. وايه المطلوب مني بالظبط؟ انا قلت لك لاحظ انهم مهتمين بيه في تل ابيب بشكل خاص. ما احنا اهتمينا بيه في مصر بشكل خاص وما عرفناش نطلع منه بحاجه. بس هم في تل ابيب غيركم في مصر. عموما انا كل اللي اقدر اوعدك بيه ان هعمل كل جهدي. كده يبقى كويس. واي حاجه تشوفها غير طبيعيه لازم يكون عندي خبر بيها. اي سؤال سنيور عزرا واي حاجه تعوزها انت عارف ازاي تتصل بيها. أرجو إنك ما تنساش إنك تحطني على ترابيزة واحدة مع صديقي سنيور سامحون على عشاء كابيتانو. ما يهمكش سنيور.
السيد ياكوب بنيامين حنانيا؟ اي خدمة اقدر اقدمها لكم؟ انا صميل سمعون وده زميلي ناحور بنجور. وانا ديفيد شارل سمحون. احنا من الوكالة اليهودية. اذا كنتم من الوكالة اليهودية فعلا فلازم تعرفوا ان المركب دي فيها كتير قوي من غير اليهود. في راجل في مصر اداني اسمه وزور هناك في اوراق رسمية علشان يساعدني على الخروج من مصر. واذا كنتوش تعرفوا فالمركب دي فيها عدد لا بأس بيه من المصريين. افرض ان واحد منهم احنا ما نعرفوش عارف انا مين، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل للراجل المسكين ده هو وبناته الاثنين؟ انت معاك حق سيد سمحون، واللي لازم تعرفه اننا مفادين من قبل الوكالة عشان نرحب بيك. شكرا يا حبيبي. اعتقد انك مسافر اسرائيل، يا ترى في مكان تاني ممكن يروحوا لزي؟ لا 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 طبعا، واحنا على العموم في خدمتك ومستعدين نقدم لك اي خدمة لغاية لما تسافر اسرائيل. انا ليا رغبة واحدة بس. ايه هي؟ اني اقضي في نابولي كام يوم اجازة، عاوز ارتاح، نفسي اتفسح وانا مطمن ان مفيش بوليس بيراقبني، واعتقد انكم عارفين ده كويس. سيد سمحون احنا عارفين بمعاد وصولك و... اكيد ده اكيد طبعا، وإلا تبقوا بتلعبوا. عشان كده حجزنا لك اوضه في نابولي وتذكره السفر لاسرائيل جاهزه، مش ناقص غير انك تحدد اليوم اللي تحب تسافر فيه. انا بشكركم على الاهتمام اللي انا شايف اني ما استحقهوش، لكن المفروض دلوقتي بقى ان انا اعمل ايه بالظبط؟ احنا معانا تصريح باسم سينيور ديفيد شارل سمحون بصفتك شخصيه اسرائيليه هامه، وده هيوفر علينا حاجات روتينيه كتيره هنا في الميناء. اي خدمه اقدر اقدمها للسينيور سمحون؟ ده شيك بمبلغ $15,000 وهو مسحوب على بنك كريدي اليونيه بجنيف، ارجو تحويل المبلغ لنابولي مع خصم كافه المصروفات على حسابي. بكل سرور سينيور سامحون. ودلوقتي انا عاوز اشكركم مره ثانيه على كل اللي عملتوه علشاني. ادون سامحون، احنا اولا عاوزين نعتذر عن الخطا اللي وقعنا فيه في البدايه، لكن يبدو اننا هنحتاج لمساعدتك في الايام اللي جايه. مساعدتي؟ احنا بلغنا للاسف ان المجموعه اللي خرجت معاك من مصر محتاجين لحد يقنعهم. يقنعهم بايه؟ يبدو ان البعض منهم قرر السفر الى امريكا اللاتينيه، والبعض الاخر ربما لارتباطات عائليه قرروا الهجره الى فرنسا او الولايات المتحده. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ هي دي الحقيقه بكل اسف. جراسي بريغو. على كل حال احنا لسه قدام مننا وقت كفاية، وانا محتاج يومين ثلاثة ارتاح فيهم وبعد كده نبقى نفكر في الموضوع براحتنا. من حقي اني اخد اجازة، عن اذنكم. Thank you.
شايف الكرافتتين دول يا رأفت؟ دول شبه بعض بالظبط يا محسن بيه. قصدك تقول انهم نسخة واحدة؟ فعلا هما نسخة واحدة معمولة هنا، ولا يمكن هتلاقي اي كرافتة تانية في العالم شبههم. وده معناه ايه؟ في واحدة هتبقى معاك والتانية هتفضل هنا. وبعدين؟ دي الوسيلة اللي هتتعرف بيها على اي حد مننا بتقابله لأول مرة ويكون لابسها. عشان كده لازم الرسم والألوان يكونوا مطبوعين في دماغك كويس قوي. فاهم يا رفض؟ انت مودينا على فين يا محسن بيه؟ اللي اعرفه واللي ما اعرفوش، كود وشفرة وسيلة تعارف وأرقام وحروف وكتابة سرية و ثم أنا ما صدقت إني حبعد عن اللي اسمه عزرة ده. يا ترى طلع ازاي من مصر؟ وازاي تسيبه يطلع يا محسن بيه؟ ولا انت ما كنتش تعرف؟ وقريتها جت على عزرة لوحده، ده كان فيه قبطان المركب والبحار اللي فضل قاطرني طول الرحلة، ويا عالم يا عالم كان فيه مين تاني كمان على المركب؟ والمصريين اللي على المركب. ديفيد ما حاولش يتصل بحد فيهم، وكان واضح تماما انه ما يعرفهمش، وهم كمان ما حدش فيهم كان يعرف. والضباط اللي على المركب؟ سينيور أنطوني، كل اللي نقدر نقوله ان ديفيد شارل سامحون كان بيتصرف بشكل طبيعي جدا، لدرجة اننا مش عارفين احنا جينا من تل أبيب بطول المسافة دي ليه؟ ده رأيكم؟ وده اللي هنكتبه في التقرير بتاعنا لما نرجع تل أبيب. انا مش عاوز تقرير. التقرير مفروض انه يتقدم في القاهرة مش هنا. امال سيادتك عاوز ايه بالظبط؟ انا حبيت اشوفكم الليلة دي، وانا عارف طبعا انكم تعبانين من الرحلة، بس في شوية حاجات يهمني اعرفها وفورا. حاجات زي ايه يا فندم؟ يعني مفيش حاجة بالتحديد، لكن يهمني اعرف ملاحظاتكم عن اللي حصل على المركب. مين كان بيراقب ديفيد؟ هو كان بيتصرف ازاي؟ مين اتصل بيه؟ علاقته باليهود اللي كانوا على المركب. معنى كده يا فندم ان سيادتك عايز تعرف كل حاجة. تمام كده، وده لاني يهمني اني اشوف الصورة باكبر قدر من الوضوح الليلة ودلوقت. الصورة واضحة من مصر، مش محتاجة لشرح اكتر. خلينا في المركب سينيور عزرة. وهي تفرق كتير؟ انا عايز تفسيرك عن اسباب ابتعاد سينيور سامحون عن الناس بالشكل ده. سينيور انطونيو ليفي كوهين ما بيبتعدش عن الناس كلها، ده بيبتعد عننا احنا بس. لازم له اسبابه. في مصر ممكن يكون في اسباب هناك، ده صحيح، لكن بعد ما ساب مصر وركب المركب والمفروض انه راجع اسرائيل، يبقى ايه المنطق في كده؟ سينيور انطونيو الجدع ده من ساعه ما قابلته وانا بشك فيه، في حاجه واقفه بيني وبينه. لازم في حاجه خاصه. ده كلام مش محتمل. وانا سكت ليه؟ اني خايف ما تصدقونيش انتوا كمان. المفروض تقول كل اللي عندك سينيور عزرة. هو في مشكلة. ايه هي؟ انا كل ما اقرب له ارتاح له ويمكن اصدقه، لكن كل ما ابعد عنه سينيور انطونيو ليفي كوهين ده. ما تنساش انه اسمه دلوقتي ديفيد شارل سامحون. ان شاء الله يكون اسمه بون غوريون. وانت عارف ان سينيور سامحون اداله اسمه؟ هو ده اللي مجنني. وبدل اداله اسمه يبقى رايه فيه، وقبل كده صروف الرايه، وانت عارف كده. شارل سامحون وصروف يهمهم ايه؟ ايديهم مش في النار زينا، ما هماش راجعين اسرائيل، مش هيرموا فلوسهم في بير ما يعرفلوش قرار. ده المطلوب منهم بالظبط. ما قلتليش ايه اخبار الناس اللي كانوا معاك على المركب؟ مفيش جديد. يعني ايه؟ يعني مفيش حد منهم راجع اسرائيل غير واحد بس، حتى سوسو ليفي لما ما تتكلمش عن سوسو ليفي، اهتم انت بالاخرين. اديني بحاول معاهم. غلط. ايه؟ غلط. في ظروف زي دي لازم تقتنع بوجهة نظرهم.
واذا عملوا حاجه لازم تعمل زيهم. مش فاهم. مش ابن عمك لويس بيشتغل فرع بنك باركلز في باريس؟ ده صحيح. مش سبق وبعت لك انك تحصله؟ وكلكم عارفين ان انا اعتذرت. طب ليه ما تقبلش العرض ده دلوقتي؟ سنيور انطونيو انا مش فاهم حاجه. بالشكل ده هتبقى في فرصه لسنيور سامحون اذا كان مؤمن بالقضيه فعلا ان يقنعك بالهجره معاه لاسرائيل. وفي اسرائيل سنيور انطونيو ممكن تفهمني اكتر. عاوز تفهم ايه بالظبط يا يسري؟ اللي انا عرفته من سيادتك ان ديفيد ذكي جدا ويبدو انه مدرب، ولو انك ما قلتليش. انت مش شفته في المينا؟ شفته ماشي مع الاثنين بتوع الوكاله اليهوديه. مش جايز يكون متراقب من حد تاني؟ مالك يا يسري؟ مين ديفيد ده يا فندم؟ ما انا سبق قلتلك شاب مصري يهودي في احتمال يهاجر اسرائيل. طب اذا كان انا ما عنديش اجابه لاسئلتك دي. كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي انك لازم تكون في غايه الحرص، لاني مش عايز لا ديفيد ولا اي حد من اللي هيراقبوه ان كان هيتراقب من حد غيرنا يحس انك وراه. مهم كمان فرانكا تفهم ده كويس ما دمت مصر ان اكون معاك. تعالى الوقت اسف، لازم تلحقه قبل ما يخرج من لوكاندا. Thank you.
بونجورنو كوبيدو. بونجورنو سنيور سمحون، كوم ستاي؟ بين ايه اخبار الشيك؟ احنا بعتناه لفرع البنك هنا في نابولي، ومدير البنك اتصل بروما بالتليفون، وفي احتمال كبير يتم الاتصال بجنيف النهارده. مولتو مولتو جراتسي، ارجو ان التحويل ما يتاخرش كتير. ثق تماما ان اداره الفندق بتعمل كل اللي تقدر عليه سنيور سمحون. جراتسي جراتسي. بس انا ما اعرفش اروح بركان في زوف ازاي. بسيطه، تطلب بامفلت عن معالم نابولي والمناطق اللي حواليها، هتلاقي فيه كل المعلومات عن بركان فيزوف ومدينة بومبي. طب انت يا محسن بيه مش تعرف السكة؟ طبعا اعرفها. طب ما تقول لي اروح ازاي لا غلط غلط يا رأفة. طب بالراحة على شو بس يا محسن بيه؟ لما تروح بركان فيزوف وانت عارف السكة، غير لما تروح وانت مش عارفها. اقدر الاقي عندك بامفلت لمعالم نابولي والاماكن اللي ممكن ازورها؟ سي 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 سنيور، كل سرور. كويستو جراتسي بريغو. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.